بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. النهاردة هعمل لكم كيكة بالشوكولات والاوريو، الاتنين مع بعض كده، يعني ايه حاجة في بقنا كتير، حاجات في بقنا كتير كده تبقى حلوة كده وتغيير وطعم حلو. انا عندي المقادير ايه بتاعتها، عندي 3 بيضات، مقاديرها سهلة مش صعبة يعني، وعندي كوباية وربع دقيق وكوباية سكر بودرة ونص كوباية زيت وواحدة الزبادي، وعندي بسكوت الأوريو على حسب العدد المكعبات اللي عندي اللي أنا عاملها، معلقة كاكاو كبيرة، معلقة بيكنج باودر، فانيليا، وعندي القالب بتاع الكب كيك اللي أنا بعمل فيه الكب كيك ده هنا ايه سمنة. تمام، فأنا هجيب الأوريو على قد ايه عدد القالب ذات نفسه. يعني نبتدي نشتغل، نقول بسم الله. 3 بيضات بتوعنا اهم، نحط عليهم الفانيليا، رشه الخل الصغيره، وزفرة البيض، كله بالايد كده على طول، نقول بسم الله ونضرب. هنزل بالسكر، سكر البودرة ده يا جماعة يعني بيسهل ان انت تضربي الكيكة بالايد احسن من المضرب. تمام، هنزل بالزيت، وبعدين هنزل بالزبادي بتاعي، الشوكولاتة يا جماعة بتدي باور كتير يعني كبير قوي للجسم، وبتبقى بتدي دفء كده، بتحسوا ان هي بتدفي، عشان كده بحب اعمل معظم الحاجات بتاعتي بالشوكليت. تمام، اهو اتاكد ان كله اتضرب كويس. تمام، اهو اروح نازله باخر حاجه ايه بالدقيق بتاعي، انخله بسم الله. علي معلقة الكاكاو، علي معلقة البيكنج بودر، مفيش أسهل من كده يعني. تمام، وهنقلبها بقى ايه كويس في قلب بعضها. اهو حبايبي خلطت الدقيق والمكونات الجافة كلها، تمام اهي، خدتش ثواني في ايديا يعني، مكملتش 5 دقايق. تمام، نيجي بقى ايه نحطهم في القالب بتاعنا ونشوف هنعمل، هنحط الاوريو ازاي. هنقول بسم الله ونحطها، هنعمل ايه، هنحط نصها كده ونحط دي جوه ونغطيها كده، هنحط برضو هنا واحدة ونغطيها كده. تمام، هخلص القالب كله وهقول لكم هنعمل ايه في الاخر برضو. رجعت لكم حبايبي بعد ما مليت الكمية كلها بتاعتي في القالب بتاع الكب كيك، هكسر البسكويت الاوريو واحطه على الوش كده زي ما انتم شايفين اهو، هعمل كل القالب عندي كده بالشكل ده. انا خلصت الاوريو بعد ما كسرته وحطيته على وش الكيكه بتاعتي، وفي اوريو في النص. دلوقتي احنا هنعمل ايه، هنحطها في الفرن، وان شاء الله اول ما تستوي هطلعها واوريكم شكلها عامل ازاي. اهو حبايبي الكيكه بالاوريو بتاعتي طلعت اهي، استوت اهي، ممكن استنى عليها شويه لما تبرد وافضيها في طبق التقديم واقول لكم هنزينها بايه من فوق. اهو حبايبي بعد ما طلعت الكيكه بتاعتي اللي بالاوريو، هعمل لها شويه حركات كده، عندي كيس كده وعندي شوكليت هحط فيها كده من فوق، اهو شايفين شويه حركات كده، اي كيس عندك اهو، عشان عارفين احنا كلنا طبعا بنحب الشوكولاته
اغلبيتنا بنحب الشوكولاته. كيس عادي يعني، مش نكلف نفسينا ولا نجيب حاجه مخصوص عشان نعمل ايه. ممكن اكملها كده عادي المعلقه، كله شغال يعني وكله هينفع. احلى كيكه شوكليت بالاوريو، والطعم ما اقولكوش بقى، الطعم حكايه. كفايه ان انت هتقسمي من جوه كده وهتشوفي الطعم عامل ازاي. شايفين يا جماعة؟ شايفين الأوريو عامل من جوه ازاي بالشوكليت من فوق؟ مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. خفيفة وسهلة وجميلة ولذيذة في نفس الوقت، ومقاديرها بسيطة وما بتاخدش وقت. دي كانت كيكتي النهاردة بالأوريو، يا رب تجربوها وتعجبكم. متنسونيش في التعليقات بتاعتكم وفي اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس. كان معاكم مطبخ مباشر النهارده عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في حاجه سهله وسريعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.